اهلا بيكم. لقيت نفسي فاضي، قلت ندردش شويه ونحن نحتسي شفشقا من الشاي. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ التحرش، البعبع اللي ظهر اليومين دول فجأة، واللي يبدو انه والله اعلم ما كانش موجود قبل كده، واسئلة واجوبة وتنظيرات على اسبابه ووسائل علاجه. لحد هنا مفيش مشاكل، طب فين المشكلة؟ المشكلة ان النقاش عمره ما بيوصل لسبب المشكلة الحقيقي. النقاش عمل بالظبط زي عزكم الله صفيحة زبالة ضخمة، والحشرات اللي عايشين فيها بيتناقشوا يا ترى الريحة الوحشة اللي بتزيد دي سببها ايه؟ وبعد نقاش وجدل طويل اختلفوا على ان السبب يا اما انهم ما بيغسلوش سنانهم بالمعجون، يا اما انهم ما بيستعملوش ديودرانت. ومحدش اتكلم خالص على ان السبب احتمال يكون انهم عايشين في صفيح الزبالة. النقاش الدائر حوالين التحرش بيتكلم عن ان الجريمة دي اسبابها هي الكبت الجنسي، اللي مش عارف ازاي مصر اللي عاوز يعمل فيها اي حاجة بيعملها، مفيش كبت. نكون صراحة مع بعض، ان ده مجتمع ذكوري بيكره المرأة، طبعا فرصة للفيمينس واعضاء جمعية المرأة المتوحشة يزيطوا. سعادتك، المجتمع المصري يكره المرأة والرجل، المجتمع المصري يكره الكائنات الحية عموما سواء كانت ذكرا او انثى. الفكر الوهابي والتشدد الديني، اللي مش عارف ازاي التشدد يؤدي الى التحرش، منين متشدد وبيتحرش في نفس الوقت؟ ازاي دي ودت لدي؟ ما تفهمش. امال ايه السبب؟ ايه المشكلة الحقيقية؟ في رأيي ان سبب المشكلة الحقيقي هو فرج. اللي بيحصل في مصر مش تحرش، اللي بيحصل هو حالة استحلال، استباحة، اهبس اللي تقدر عليه. اللي بيتحرش هو هو نفس الشخص اللي لما بيشوف عربية جديدة بيجيب مسمار ويعلم عليها، ما استفادش اي حاجة بس خسر صاحب العربية. هو كده كيفي. في عندنا في مصر سلسلة غذائية على رأسها فرج، اللي بيدخل تحت ايده مستباح، كل شيء فيه مستباح، عرضه وكرامته وانسانيته، يعمل فيه اللي هو عاوزه، محدش بيحاسبه. المواطن يدخل من هنا انسان، يطلع حطام انسان، يطلع وحش ناقم على المجتمع، هو كمان يستبيح الاضعف منه والاضعف منه يستبيح الاضعف منه، وهكذا. سبب التحرش في مصر هو انها غابة مش دولة، مفيش قانون يحمي ولا يحاسب، واللي بيطبق القانون بيستثني نفسه منه، واللي معاه فلوس يدفع للي بيطبق القانون بيستثني نفسه من القانون برضه. كل من هو مستضعف في المجتمع ده، سواء كان امرأة، سواء كان طفل، سواء كان رجل، في رجالة مقهورين بيتم قهرهم بلقمة العيش، بالبلطجة، وسائل القهر كتير، كل دول معرضين للانتهاك، سواء كان الانتهاك ده تحرش أو غير تحرش، كل صور الانتهاك في المجتمع، وده يجاوب لنا على كل الأسئلة دي. لو التحرش سببه الفقر، مدير الشركة بيتحرش ليه؟ عشان كيفه كده، عشان مفيش حد يحاسبه أو يمنعه. لو التحرش سببه الأمية، المدرس بيتحرش ليه؟ عشان كيفه كده، عشان مفيش حد يحاسبه أو يمنعه. لو التحرش سببه جسم المرأة ومفاتنها، بيتحرشوا بالأطفال ليه؟ عشان باي سيكشوال أو أمني سيكشوال، بيتحرش بأي حاجة ماشية على الأرض، وبرضه عشان كيفه كده. لو التحرش سببه لبس المرأة، بيتحرشوا بالمنقبة ليه؟ عشان مفيش غيرها قدامهم دلوقت، وعشان كيفه كده. لو التحرش سببه تأخر سن الجواز، أبو العيال بيتحرش ليه؟ عشان اللي بيتحرش بيها أصغر وأحلى من مراته، عشان كيفه كده. لو التحرش سببه الكبت الجنسي، اللي عنده 7 سنين بيتحرش ليه؟ عشان يبقى زي الكبار اللي بيعملوا كده ويبقى راجل، عشان كيفه كده. لو التحرش سببه الانفلات الامني، امين الشرطة بيتحرش ليه؟ لانه فوق الحساب، وعشان كيفه كده، عشان مفيش حد يحاسبه او يمنعه. طيب وايه الحل؟ الحل مش تقنين الدعارة، الحل مش ان اقول للمتحرش بدل ما انت بتتحرش ببلاش في الشارع تعالى خليك تدفع فلوس وتتحرش. والحل اكيد مش اني بدل ما احمي المرأة او احمي الضعفاء في المجتمع اتاجر بيهم. حل المشكلة يبدأ بفصل فرج من الخدمة. حل المشكلة يبدأ بسن قوانين، بسن وتطبيق قوانين تحترم آدمية المواطن، حتى لو كان متهم، حتى لو كان مجرم، حاسبه وطبق عليه القانون من غير ما تستبيحه، من غير ما تعتبره يور بيتش، تعمل فيه اللي انت عاوزه، وتعذبه، تغتصبه، وتخفيه من وجود الى اخره. حل مشكلة التحرش في شوارع الدولة يبدأ بالقضاء عليه داخل المؤسسات اللي المفروض انها بتحمي الدولة. ولو المواطن طنش وقال مدام الموضوع بعيد عن اللامؤاخذة مش مشكلة، صدقني الايام هتلف تلف، والانتهاكات اللي بتكنسها تحت السجادة وتعمل نفسك ما شفتهاش هتلاقيها فجأة نطت من تحت السجادة وهبشتك من اللامؤاخذة. مجرد رأي ممكن تتفق معاه وده مش معناه انه صح، وممكن تختلف معاه وده مش معناه انه غلط. المهم خلينا بندردش ونحتسي الشيء.